ليست صافرة لبداية مباراة رياضية فحسب، بل هي إذان بانتهاء حقبة زمنية مريرة جثمت على صدور أبناء مديرية عسيلان في محافظة شبوة. 3 سنوات عجاف حرم فيها هذا الجمهور الغفير من جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تسببت بها حرب الميليشيات، وبعد تحرير المديرية نهائياً عادت البسمة ترتسم على وجوههم، حيث وجد هؤلاء متسعاً للحياة بإقامة الأنشطة الرياضية مجدداً. أجريت هذه البطولة بعد توقف 3 أعوام من الحرب والحصار على المديرية وتوقف النشاط الرياضي بشكل عام، ونحمد الله على إقامة هذا النشاط الرياضي الذي عاد الروح الرياضية إلى هذا الشباب وإعادة الحركة الرياضية بعد توقف دام 4 سنوات من الحرب. دور شهداء مديرية عسيلان أول فعالية رياضية رسمية تقام في المديرية بعد مرور عام على تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية. البطولة حملت هذا الاسم تكريماً لأرواح الشهداء وتضحياتهم التي قدموها في سبيل تخليص المحافظة، وشارك في هذه البطولة أكثر من 21 فريقاً رياضياً من مختلف أرجاء المديرية. بطولة شهداء عسيلان ليست مجرد بطولة عادية وفي هذا التوقيت بالذات، حيث تكمن أهميتها في كونها أول فعالية رياضية تقام بعد التحرير وتشكل بداية لتطبيع الحياة في المديرية.